معالي الوزير، ده ايه الخطوة العزيزة دي؟ كيفك يا علاء يا باشا؟ الحمد لله يا فندم. معلش ما لحقتش اديلك خبر ان جاي لك المديرية. يا باشا حضرتك تشرف وتانس في اي وقت. تشرب ايه بقى يا هارون بيه؟ لا 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 ملوش لزوم، انا جاي لك في كلمتين وماشي طوالي. خير يا هارون بيه؟ خير ان شاء الله. نصرة حماتك ما عاوزاش تسيبني في حالي بعد ما كل واحد منينا راح لحاله. لا والله. انا اسف يا معالي الوزير، مالها الحاجه نصرة؟ حاجه نصرة عاوزه تاخد يحيى ولدي تحت بطنها وتعصيه علي ويخرج عن طوعي. ازاي يعني؟ انا اقول لك ازاي. حماتك زي ما تكون كده بتوعده ان عاليه بيتها تتطلق منيك وهو يرجع لها. انت بتقول ايه؟ وكمان عاوزاه ينكر علي وياخد ارض بيوت الشعابنه ويرجعهم ليها من تاني. انا مش قادر اصدق الحاجه نصرة، مستحيل تعمل حاجه زي كده. لو انت مش مصدقني ابعت اجيب ولدي لحد عندك هنا وهيقول لك بنفسه. ومعروف عن ولدي انه ما كدبش واصل، والحمد لله هي طلع راجل ما سمعش كلامها وقال لي على كل حاجه. طب وعليا؟ علي حق ربنا البنيه ما تكلمتش في حاجه ولا تحددت معاه واصل. بس يعني مش معقول حماتك يعني تفتح الموضوع ده مع يحيى ولدي وتوعده من غير ما تكون يعني ضمن رضا بيتها.